بهذا المقطع يا صديقي راح نشوف مع بعض السلاح الاسطوري الجديد الاورجنزم شوي سلاح كريستيانو يا حلوين. خلوكم معي ليتس جو. هلو يا حلوين كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كريستيانو يا احلى ناس. قبل ما نبلش هذا المقطع حبيبي لا تنسوا تطلعوا على الحبيب محمد يا احلى ناس، ولا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. ولا تنسون حبايبي، حبيت اقول لكم شيء كثير جميل جدا شباب. انا بلشت لقطات جلد على قناتي الثانيه حبايبي، صار لي زمان كثير كثير ساحب عليها حبايبي، راح احط لكم الرابط تحت شباب، بتمنى من الجميع يروحوا يشوفها. اوكي شباب، حبايبنا مثل ما انتم شايفين اليوم حبايبي نزل سلاح اوك، سلاح اوك يعني سلاح جميل، سكين جميل. هذا السكين شباب يعني كشكل واو، شكله تبع عن جد عن جد عن جد عن جد يعني نو كومنت نو كومنت. طبعا خلينا الشكل حلو كل شيء حلو، طب خلينا نشوف الله الان الخاصيه تبعته. اوكي اول شيء شباب، اول شيء عندنا 2+2 يا اساطير من هذا اللي انتم شايفين هون على اليمين. اوكي عندنا ليش صغير كثير بالهذا، اوكي احسن. عندنا هون شباب 2+ يا احلى ناس، عندنا 2+ يعني 2+ بالفاير ريت يعني سرعه الضرب يعني طلق، فهمتوا علي كيف سرعة الطلق. هذا الشيء كتير لوز واو. الاكسوري هذا تحت العليم هذا اللي هو الدقة حبايبي، والرانج هو المدى. اوكي عندنا يعني سريع ودقة بس، ولكن على حسب الدمج تبعه ما في تغيير بالدمج. اوكي بس ولكن من بعد راح يكون شوي صعب. ماشي يا سطير حبايبنا، لسه ما بلشنا، معنا 3124 جوهرة يا احلى ناس. اساطيرنا نقول بسم الله ليتس جو ونبلش اللاف يا احلى ناس. بسم الله الرحمن الرحيم، خلط بطاقة. اوكي اوه هاي هذا صار زمان ما كنا شايفين ما منزلين يا حلوين. اوكي طبعا شباب اكيد الكل راح يضرب بالوسط، سوري شباب سوني بس يا حبيبي راح اعمل هيك اوكي مشان تشوفوا كل شيء. اكيد الكل راح يضرب الوسط مثل الكل، اكيد كل الكل راح يضرب بس ولكن ما راح نعمل مثل الكل. اوكي راح نضرب غير محل. اوكي فوق يا رب تحت يسار، خلينا نضرب على الزاويه على اليسار، على اليسار هيك يلا زاويه حاده هيك. اوبا الزلمه الزلمة الزلمة شباب يا شباب الله يخليكم والله والله حرام يعني. يلا معلش هالمرة راح نضرب عكس تمام، انا فكرت راح اضرب عكس بس ولكن راح اضربها مرة ثانية فوق على اليمين. ابلع لازم هيك هيك واحد نجرب شيء جديد شباب، نجرب شيء جديد صدقوني راح نجرب شيء جديد عشان نحصل ما نبقى دائما من اول ما بلشت الاحداث لحد دائما كل الاحداث على الاخير بكفوا ولا مرة طلعي من اول او مرة او ثاني مرة. اوكي جايز الان تحت نعل اوكي 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 يلا يا زلمه يلا خلينا نضرب هالمره نضرب الوسط روح ابلع يبلع بيت اكل قطط عم تعطوني يعني حبيبي انا حاسس يعني انا حاسس هيك وهيك راح اتم للاخير حاسس بس شو بدي اقول لكم دائما في امل دائما في امل 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 يمكن ماتت يا زلمه يلا روح على اليسار ابلع بطاقه قسمت الحاضر شو بدي اعمل بثلاثة يعني والله شو يعني استغفر الله العظيم يا ربي شو هيدا شباب مثل ما انتم شايفين يعني يا بنجاب يا هاديه ما بعرف الحركه الاسطوريه اللي دائما بعملها لما كنت صغير اللي هي الله ما الله ما بصدق الا كلام الله واللي بحبه الله يا عباس يا دباس لا تخجلني دام الناس تحت ابلع زفت يا زلمه زفت يا زلمه يعني والله يعني السياره شو بدي اعمل فيها؟ لا والله ما عندي السياره ما كان عندي اياها بس يعني ليش هيك يا الله ليش هيك يعني والله يعني ماني بلشت من فوقها يلا anyway هي حبايبي وحصلنا على السكين خلينا ندخل نروح نشوفه
يا جميلين. اعطوني رايكم، اعطوني كم مره طلع لكم بالتعليقات شباب، اعطوني كم مره طلع لكم بالتعليقات للسكين. اوكي او ماي جاد، واو واو، لا 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 لا، شي واو شي واو واو واو. حطوا شو ان لوبي، خلينا نشوفه باللوبي. شيغوا ورا صوت الصوم حبايبي، شي سكين جميل. شيغوا ورا سكين جميل، صوت الصوم سكين جميل. اوكي شفنا جمالك، بس هلا حنشوف، شوف التدريب علم ابلع، خلينا نطلع التدريب نشوف المجربة يا ستير ونشوف هل سكين جميل. بس لبلاش اكون صريح معكم، يعني من الاخر اكون صريح معكم بصراحة، يعني كل شيء سلاح فيه سرعة تطلق، هذا شبه سلاح قوي، وهذا عن عن يعني فيه السرعة والدقة، فهمتوا علي كيف؟ اوكي خلينا ندخل نشوف هيد شوت من قرب 90، حلو والله، خلينا نشوف السرعة. واو واو يا هذا الدق، واو اوه هيد شوت من بعيد 170، نفس نفس اللي هلا شوت حسب انه ما في ثاني شو يضرب هيك. لا 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 وين 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 نجيب التاني، وين التاني حبايبي، وين التاني وين التاني وين التاني يا ساتير، وين التاني يا ساتير، وينك يا سلامي اوق، وينك ما عم شوفك، طلع حالك ويل. ها ليكو، واو 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 مان، لا 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 عن جد سلاح حلو صراحة، سلاح ديزاينه كتير حلو وسريع كتير شباب. خلينا نركب له ال شو فيه هذا، بنحط له بنحط له سكوب، بنحط له سكوب لو كان من زمان كنا نحط له سكوب، والله ما بتذكر ما بتذكر حبيبي. خلينا نحط له مثبت بي بي ونحط له بوش تروا، اوكي نحط واحد مثبت ارضي وواحد نحط له مثبت هذا نشوف يعني الفرق بيناتهم، وواحد بسايلنس وواحد هيك. طبعا هذا اللي فيه السايلنس فيه المثبت، اوكي يلا يلا السح يلا السح يلا السح يلا السح يلا السح يلا السح يلا لا 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 السح شباب، السلاح هذا شباب اسطوري. اوكي ليش انا هيك ساكت، ليش ما تقول قول لي يلا حبيبي استحى الكاميرا يعني. لا 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 دور 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 يا غلط دور بالك يا سلمي، شافوا كريمنال يا الله ما عاد نعرف نلعب، دور بالك بس نجرب يا سلمي. طول بالك يا زلمه، طول بالك عم بضربك يا زلمه، الزلمه شو بك يا زلمه؟ بلعب في ملح انا خلص رجعت سويت زكوه ما انا على الاكثر جاي الاسلحه ما ادخل بالكريم عن جد. يا سلامي يا سلامي والله عيب عليكم، خلينا ناخذ مجرب شباب نشوف من بعدها بضرب 120. استغفر الله العظيم يا حاج حاج لوز 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 ما لا 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 ما راح ما راح يخلوني العب ما راح يخلوني العب ما راح اقول لهم هذول 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 ما راح يخلوني اجرب ما راح يخلوني اجرب على الرباط. نفتح السكوب بس واو يا لهوي، تعالوا تعال صوتي تنطلق فيه، شو بك
تعال 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 وابا لا عن جد سريع عن جد سلاح سريع يعني هلا مشي حالك هلا مركز وي قلبي خلاص معلم خلاص معلم خلاص دخلت على ساحة التدريب نوز نوز شفتوا شباب هلا بلشت اجيب هيد شوت لانه ما كنت خلاص شباب ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك هذا هو السلاح الاسطوري عجد شباب حلو صراحه سلاح عجد عجبني صراحه سلاح يعني شيء مرتب اوكي حبايبي هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم بتمنى من الجميع انكم عجبكم المقطع يا احلى ناس لا تغزونا طولنا عليكم بس ولكن بيستاهل هذا السلاح حبايبي بيستاهل عن جد بيستاهل حلو بنشوفكم على مقطع جديد يا احلى ناس لا تنسون تحطوا لنا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس وتروحون على القناه الثانيه شباب نزلت لكم مقطع جلد امبارح شباب كثير اسطوري كثير كثير وان شوت كله احمر كله احمر مثل الكنز الحمراء هي ماريا شايفينه اوكي يا حلوين نشوفكم مقطع جديد باي باي